كيف وضع الأولاد؟ ما يكونوا عرفوا اللي صار؟ الأولاد نايمين يا سلطانة، لسه ما عرفوا بالموضوع. يا حرام، كيف بدهم يعيشوا ولا أمهم؟ بيجوز ما تكون ميتة، ما حدا بيعرف يا ألفت. سلطانة أهلين بنتي، ليش اجيتي بهالوقت المتأخر؟ لأنه بالي كتير مشغول عليها. عرفتوا شي؟ لا والله، عم نستنى. والله شي بيقهر، إن شاء الله بيلاقوها وما بيكون صاير لها شي. إن شاء الله. آمين. شو اللي خلاهن يساووا هيك؟ الله ينتقم من اللي كان السبب، وإن شاء الله ما بيشوف شي منيح. السلطانة الأم راحت تزورها للسلطانة هيام، والسلطانة خديجة كمان رح تروح. سلطانة كأنه جلالتك كمان لازم تروحي تزوريها، مشان ما كتير ينحكى بالموضوع. كيف نفدت من الموت؟ ما بيأثر فيها أي شي بنو؟ وفوق هيك رجعت لهون كمان، كأنه هالشي اللي صار مو صدفة. يمكن هي ساوت كل هاللعبة بس كرمال ترجع لهون. هاي الحية بتوقع منها أي شي. منشكر الله على سلامتك. شكراً يا سلطانة. تحسنتي شوي؟ الحمد لله تحسنت شوي. سلامتك يا هيام. الله يسلمك من الأذى يا سلطانة، وكل الناس يلي عم يحاولوا إنهم يأذوني الله رح يعاقبهم وياخد حقي منهم. رب العالمين بيشوف كل شي، وكمان بيعرف كل شي عم بيصير، ما هيك سلطانة؟ مولاتي، معقول هيام تكون ناوية تبقى هون على طول؟ اسمعيني منيح شو بدي أقول، يا ريت ما نحكي بهالموضوع. بس مولاتي أنت قلتيلي إنه هي ما رح ترجع لهون أبداً. يعني شو بدك ياني ساوي هلأ؟ مانك شايفة حالتها؟ ولا بدك ياني إبعتها من هون هلأ وهي مريضة؟ يا ريت تكبري عقلك شوي، لازم تتحملي، والأهم من كل هدول الشغلات لا تساوي شغلة تزعلي فيها السلطان. مولاتي أنا مستحيل زعل السلطان مني، بس وجود هيام هون بيعمل لي مشكلة. خلصنا هالدور عنا. هيام رح تبقى هون يا نهى الدوران، السلطان شايف انه هيك بيكون احسن. شلون؟ شلون هيك؟ هلأ ما بقى يطلع بايدنا نساوي شي. الحادثة اللي صارت مع هيام هي اللي خلت السلطان يغير رأيه. وبلكي هيام ساوت اللي بدها اياه، ممكن تقنع جلالة السلطان بانه يكتب كتابه عليها. مستحيل اسمح له. ست الكل، اهلا وسهلا يا ابني. كيفن اولاد السلطان؟ محمد كتير خايف من طهور بابا. هذا ما انه مزبوط، انا مو خايف ابدا. برافو عليك يا محمد، ما لازم تخاف لانك كبرت وصرت رجال. هاي المخلوقة ليش لساتها موجودة عندك؟ امتى رح تتزوج بقى؟ عرسها رح يصير إن شاء الله بهاليومين، بس قلنا لحتى نخلص من حفلة الأمراء بالأول. هاي ماما هيام إجت. سلطانة. هيام أهلا وسهلا، فوتي لعنا. سلطانة. إبراهيم شوفي، ليش رجعت حبيبي؟ لأني خايف عليك، لو سمحتي لا تتعبي لي حالك أبدا. أنا كتير منيحة، لا تاكل همي.
معقول شو طالعين حلوين. رح ابعتكن لعند ابوكن مشان يشوفكن. لا ما تبعتيون هلا، هلا السلطان بيكون مشغول. كمان انا حابه تخيطولي عبايه حلوه. وينو بيزيد؟ هو نايم سلطانة لأنه كان تعبان شوي. منيح. ليش جاي لك؟ وئام بعتني، حسب ما قال لي سلطان في عنده خلوة الليلة. مين هي؟ وئام ما قال لي مين هي، بس قال لي نسألك شو نساوي. ولا شيء، روحي انت. وصلوا لك الأخبار؟ بس مدام ما بعتوكي لعنده معناته راحت عليكي. أنا أمه لمصطفى. وبتعرفي إنه ابني هو اللي رح يكون ولي العهد، وحفلة اليوم بتأكد هالشي. سلطانة، السلطان رجع على الجاري. ما عجبته يعني؟ رجع عن الباب مولاتي السلطانة حتى إنه ما شافه. سلطانة شوفي، كأنه صاير شي مو عاجبك. وين هيام؟ ليش لحد هلأ ما اجت؟ مو مبينة منوب يا سلطانة. كأنه أول مرة بتسألي عنا؟ لأنه هيام لازم تكون هون هي والسلطان. وينهم؟ ليش تأخروا لهلأ؟ مولاي السلطان سليمان المعظم. كنت قبل شوي عم أسأل عنك سليمان، شغلت بالي، ليش هيك طولت؟ ست الكل، راح خبركن شغلة كتير مهمة. بصراحة أنا وهيام طولنا لأجينا على القصر لأنه الشيخ ابن كمال كان عم يكتب كتابنا، وهيك منكون ارتبطنا أنا وهيام للأبد. ما بدك تقولي شي ست الكل؟
ما بدك تباركي لي؟ أنا مستحيل سامحك على اللي سويته. أمي طمنيني، صرتي هلأ أحسن؟ ليش؟ شو اللي سويته؟ معقول تكون أعمى لهالدرجة ومو مقدر العواقب؟ زواج أمي؟ يعني الوحدة منا على طول بتضل مع جوزها، وجوزها كمان ما بيتركن أبدا. أنا وأبوكي هلأ صرنا مرتبطين مع بعض على سنة الله ورسوله. أنت عروس يعني هلأ؟ إيه؟ أنا إمتى كمان بدي صير عروس؟ أنا بدي صير عروس لبالي بيك وأطلع حلو مثلك. مولاي، أنا كثير قلقانة على مولاتي، بدي روح أطمن عليها. طيب فيك تروحي. سلطانة، كأنك ما باركتي لنا. مبروك، وإن شاء الله بتضلوا مبسوطين يا سلطانة. أنا لازم أشوف مولاتي. هاد كابوس. سلطانة يلا تعالي معي. مستحيل، أكيد مو صح. بما أنه مولانا خبرنا بذاته يبقى صحيح. هيام هلأ مرته بشكل رسمي. أكيد أنت مو مضايقك الموضوع. هالشي رح يعذبني، بس الله اللي بيعرف العذاب يلي أنا دقته. مفكرة أنت بس المظلومة؟ مظبوط أنا ما عم بحكي، بس أنا من جواتي عم بغلي. أمي، مصطفى إجت أمي. أنا رح ضل جنبك، كيفو البطل؟ مليت كتير من القعدة هون، قولي لهم خليهم طالعونا. أنا مليت كمان، الناس برا عم تحتفل مبسوطة ونحن قاعدين هون بالتخت. أنا بدي روح اليوم مشاويري كتير وانبسط، لأن أم اليوم صارت عروس وقالت لي ما رح يتركوا بعضن هي وبابا أبدا. هاي
هي إلك وهي إلك مريم، خدي. مصطفى يلا حبيبي خلينا نروح على جناحنا. كوثر خدي. أمرك سلطانة. خليني ولو سمحتي، أنا هنيك عم يضيق خلي وعمل، في شيء إزعاجات مع أخواتي هون؟ لا مصطفى ممنوع، لأنك أنت الأمير وولي العهد، لازم تكون تصرفاتك محسوبة منيح، لأنه بعد عمر طويل مولاي السلطان رح يوليك العرش من بعده مشان تحكم إن شاء الله. الولد لساته صغير، لا تتأملي كتير ناهي الدوران. لا تتدخل يا هيام. ناهي الدوران يا ريت توزني يلي عم تقولي، لأنه يلي قدامك السلطانة هيام مرته للسلطان سليمان عسنة الله ورسوله، يعني بصراحة أنت الجارية وأنا السلطانة، فيا ريت تلتزمي حدودك. هيام أوعك كتير تشوفي حالك، لأنه متأكدة رح يجيك نهار ترجع فيه لأصلك، مثل ما وصلتي لهون بسرعة رح تنقلعي من هون بسرعة. لو حكيتي من هون لبكرة ما رح أزعل، تعرفي ليش؟ لأنه يا ناهي الدوران هي الليلة حتكون ليلة عرسي. دوقوا هاي وشوفوا شو طيبة. كان لازم ياخدوني معهم. إبراهيم ما كان لازم خليهم يروحوا بدوني. سلطانة انت حامل وهيك روحها مو منيحة لإلك. انت اطمني، الست فريال معه وسمبول كمان. مولاي السلطان بنفسه عم بتابع الأخبار. بلكي ما شفته مرة تانية. لا تقولي هيك. سلطانة انتي كيف بتتجرأي وبتجي لعندي؟ أنا اجيت مشان اطمن عليكي، وزعلت على اللي ساووه بالباشا. شو حنوني انتي بدك تزعلي على الباشا؟ الكل بيعرف انه انتي رح تكوني فرحانة اذا بصر له شي. أنا اجيت مشانك، حبيت وقف معك سلطانة. انتي بالذات ما بدي اياكي توقفي معي، روحي. سلطانة أنا. سلطانة كلامه واضح، طلعي برا، لأنك وين ما بتروحي بتلحقك المصايب. ناهي الدوران يا ريت تنتبهي على كلامك. أنت من شو معجونة؟ سلطانة هيام حالة السلطانة مو منيحة، لو سمحتي روحي من هون هلأ. طيب أنا رايحة. الله أعلم ما تكوني أنت اللي ورا هاي القصة. أنا مستحيل إني ساوي هيك شيء. بدك يعني صدقك ما أنت ناوية تخلصي من كل الموجودين هون بالقصر؟ أوعك تتهميني. خلاص. اسكتوا اتنيناتكن. بتشد ظهرك وإيدك لفوق، وكمان ما بيصير إنك تمسك السيف بهالوضعية، بدك تمسكه هيك، وما بيصير تطلع بالسيف أبدا. مصطفى أمي أنت شو عم بتساوي عندك؟ أخي مصطفى عم بيعلمني كيف أحمل السيف. مو شغلته يعلمك، يلا لازم تروح لعند أمك. انا
انت ليش قلتي له هيك؟ اخي ما سوى شي بنوب. انو اخ هاد يا مصطفى؟ هلا هاد صار منافس بالنسبه لك، اوعك تنسى هالموضوع.